داخل وسط. من عند جنابري لتياغو الكانتارا تروح لكوريتسكا يرجع الخلف من هنالك ناحية دافيد ألافا بدوره في الخلف تماما لزميله، لا أقول لحارس لأنه في الأصل هو لاعب، حتى الحارس هو لاعب كرة فوق أرضية الميدان. كرة من سيميدو بعيدة تماما، سواريز متسلل وجيرم بوتينغ يلحق على هذه الكرة.